نعود إلى القاهرة وزميل إبراهيم عزت الذي يتواجد ربما كما أرى من كورنيش النيل. أهلا بك إبراهيم في هذه الجولة، وما الصورة لديك؟ شكرا جزيلا لك همام. بات الوضع هادئا تماما لليوم الثاني على التوالي في يعني استقبال المصريين واحتفالاتهم في عيد الأضحى لليوم الثاني. هنا الوضع في كورنيش النيل كما ذكرت، كما تشاهد هذه المنطقة وتحديدا المقابلة لمبنى ماسبيرو، كان في الماضي كان هناك يعني مراسي نهرية، ولكن هناك التزام من قبل المواطنين والقرارات التي أعلنت في وقت سابق، وكذلك أشير عن حركة السيارات التي بتشهد سيولة مرورية، وأيضا قوات الأمن التي انتشرت بطول الكورنيش والمناطق المعدية من وإلى وسط القاهرة كورنيش النيل. نتحدث أيضا عن ميدان التحرير والحواجز الحديدية التي يعني وضعت لمنع أي تجمعات بطول الكورنيش. وفقط يعني يتبقى لي أن أذكر حركة السيارات بالتأكيد هي حركة طبيعية وحركة سيولة مرورية كبيرة نظرا لقلة عدد السيارات، وأيضا لتواجد الأمني المتواجد الذي يمنع أي من الأفراد حتى أو المارين من التواجد والوقوف على الكورنيش، وذلك بالتأكيد يعني تنفيذا للقرارات التي صدرت من قبل دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين. نعم. في جائحة ولعل هي من كل عام وأنت ومشاهدينا الكرام وانت طيب كل إبراهيم خير يعني. والآن الكلمة تعود. نعم. إليك مرة وانت طيب، لعل هي من المرات القليلة التي نرى فيها كورنيش النيل بالقاهرة على هذه الشاكلة، وأنه خالي حتى من المواطنين وحتى من السيارات التي دائما ما تقف وتسير حتى في هذه المنطقة الحيوية من العاصمة.